السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا قيب صدحات إمراج على. So قيب تنس صدحات وحنا هو قادنا هنا. Microsoft Office Excel أين هو قادنا ده على. قدر بوري وحوي. Well to change the text font يعني قرار كا هنا فرت سامبل تشو. So مركو هري so Excel كي أين Microsoft Office Excel كا أين صار يعني هنا. So Microsoft Office Excel كي عبدو دي مركا هلكا صار يعني سو حين دونينا مركي إينا عن مركا حاوية قرآن قرنوضين قرآن كبرتيس عمتين حالكا أسر أي وحاقو قرية وحاوية وحالو يقانو موادرين يعني قرآن كاسم قرية سو قرآن مركا ساو قروحان تيه قيبت فوندس كان تيه أو فرتي أي مركا سيان بتليا أوكي فرتي أي بتليا ببيها دو حد كارو حد الكيسا إن فرتي ولا عن نسبتين لكن ميلا عنو كلام كل فنين تيوان والله ونيا أوكي لان كليا هاي دينك جفت فوندس كان تيه هذا حليه أقول يا مركب فونت سكينا بتصلو مركب يعني هدي قراءة قرطه دي ولا وميلهن أو كله كله فو ذين كتبوا حوية تبوا صلاة كله كله فونت سكيميشي لها كاسويتك أوكي خذوا كيسان مركب قد بينا سو حن قد بينا خذوا بس دحات وحوية واتو change the text زايز قراءة زايز كيسي عبر كيسي يعني هنا مركب سي أبتشو سو زايز كن مركب بتدي سو سلام متى أعتقد سهل كان قراءة كله كله ذين كتبوا هذا زايز كان كديني وحلو يقان الكويت سوون زايز كي وحوية أنت عشان كديكتي قضب كاس واسان وقضب نوع عصا وآد مركزي آمن وأتكي قضب نوصو حيقو واتو change إنا بطرنا text color يعني قرار color كيسي أما مدب كيسي يعني إنا بطرنا قرار كي يا محام قولينا هاي كليك دين كتبنا حووي font color بانتقين هالكاس إنا عقيس كان كفورينا كتبنا السيدة سيا مركزي font color كيدي قاتو بدل كرتا سنين بدلي كرنا قضب نوصو حيقو حووي سيقنا to make the text bold italic and underlined يعني قرارك bold italic underlined إنا كدينا إنسما bold italic underlined حالو ليشي دا bold يعني قرارك كلي كده حووي تيك أيو نغونا قرارك آد وصو نغونيا قرارك إستيق أيا تيكا مركورة واسك بدل دونا ده هدام بغفني هذا دريم دونتا إسبدل كواكا أول سيدان أيوها bold عن كدية italic بان كدية underlined بان كدية وحوز بان كهريجية أوكي قدوبنا وصوح يقول أي مركز أنه قد بينا وحاوي addition حسابي نسكو دارينا سوال عن لو ترى أي مركز أنه نسكو دارينا وحي قرني وحلو يقانو صد سقاشن أي وحن مقرد دونا سقاشن انت ران ليا حي مركز انت عن ليه قيبتا سنمانيا وحن ليا حي يعني إيقوال عن لينا هذين وحن قرفوني سقاشن كان كيلو ليا حي وحن استماليا عن عمد بلاس تعملو در تان استماليا بلاس مركان هو أوكي ترى هو سيان كيلو كليا كتبنا انت ران تابنيا قضب كاس سجن وقضب نوع عصا يعني سبت إنه مركز أسكو درتو وحكو حيقو قضب كل حد واسبتراكشن سبتراكشن يعني سجن وكالة جرت يعني إنا ترى كالة جرتو حدو حنقروني ناسو أنهان ستيد بغول لغا جري وكي لح بغول يبتدواتا إيقوال مركز هذا حكو رفوني إسا ترى ده سارة دين كتبنا على مدى لغا جري استعمال كتبنا وحاق قيب توا ستر ده كله فو كتب يتربين هدي ستيد بغول لغا جري ولح بغول يبتدواتا ترى ده بسو بحيسو أما العاق سو هريسو وبغول يسوت قضب كأي سجن مركز واقع قدبينا قضب نوصي واحد إلى هذا multiplication يعني واقعين عنده واسكروف الشيء يعني multiplication كان لو ترى مسكروفين هذا السجال سديد أو حكروفينين لح كله مركو حلينا إيجوال مركان إحنا سديد ترى القراءة يعني كله كلنا هاي واحد استعمالنا على مت مركزي لو رفعنا استعمال دونا بفشلنا استعمالنا ذين كتبنا ترى قصة كله كده إنتر بمركز مركز سديد دي لو رفتر لح متجد صباح لصباح حوي أفرتني سديد قضب كأي سجن واقع قدبينا وعين وصل حقا قضب كله يقانو total يعني total حوي يو percentage ينو سوصارنو حان سكو دي دونا إن شاء الله total يو percentage ينو مركاسي ينو سوصارنو total يو percentage مركا ينو سوصارينو بلا ينو سدارنو سو حان سوصارينو حلو يقانو total يو percentage ينو مركا ينو سوصارينو قابكي ينو سوصارينو مركا سو سوالهان هات exam عين ديار سنية حوان بوسينية سوالهان exam and diarrhea سؤال هن أنت عارف قرنية NO so حوي أنت نوقفوا الله سدح سدح دي ما قال أنت عارف قرنية وحلو يقانو نيمسكي وديار سنة جدول ديار سنة مركو هريسو أنت ما دو هريسو English way ما دو كحيت أنا حوي سومالي وكله مرك هذا أنت سوي total أنسو صاري هل كان عارف قرنة total أنت عارف قرنة حوي percentage كم so حوي هل كان تجيال وانشي ديار سنة سوينينية سو مركا بر قدم قاعدون قاية أحمد الزين انتر علينا هاي محمد آدم حوي انتر علينا هاي الزين حزن علينا انترنا
so article sagashan uu keenay kan intaas uu keenay kan uu keenay midas intaas uu keenay kan uu keenay sagashan uu waxaan laatan sagal uu keenay sidintan sagal uu keenay kan sagashan law uu keenay english somaliga so hadda oo kale markaan waxaan doonayaa yaani inaan total kan soo saaro total yaani wax kale ma aha maadada ardaygooda isku dabdareysa ardaygood bisha xisaabinayna igual leenahay qaybta total kan tagayna igual markaan aano maadada kood english ardayga uu keenay sagashan lagu daray aan leenahay markaa yaani lagu daray aan leenahay كبعدين لو تنسجع لو لو ما أدري ويا تاني لو ما أدري أوف ليستين بس هدي ما أدري كلا إجرتو يعني وقروفني لو دري عليه هاي كبعدين هدي أسكيله كويس هاد إنتر على هنا بس مركب توتال وحروق هلا ما توين كلا سكوت دري بس تروين كلا ترى أرض أرض جا ما أدري كستو أوكي أنا لسكوت دري أوكي مركب نتيجة قصة بعض كيلو كلا إنك تبيع أنا ماشي تك دراين قصة ما يوصل شيء مركب خلاص كان بس وحنا صار صارينا بريسنتج كا إيجول على هنا هاي إيجول مركب على هنا total percentage ka total ardayga waxaan ku dhufanaynaa loo qaybin leenahay maduunka waa loob loo maduu loo boqol intara leedahay kadib dhibicdan saad ugu saarto halkaas sare tagaysa kilaad ku leedahay kabaadna dhinaca geeska tagaysa kadib drainka ku sameeyaysa way soo jeedisa bas marka total ka yaa ka dhigantahay yaani in la isku daro wadarta ku deema tiinka percentage ka waxa lagu helaa total ka ardayga waa loo qaybey maduunka tahayeen oo maduu kasta boqol laga soo qaadanayo qodobkaas agana waynu ka gudbeynaa waqtigana hayo waynu ka soconaynaa qodob noo soo xigo waa grade iyo plus grade iyo baasidaa yani exam kala waas qodob waan ka saarnay maadaama la adeegsinay waxa loo yaqaan maadaama la isticmaalo qaaduhu markaas xogaas ka yar dheer marka labadaas qodob kuma jiraan sida caadiga waan kareeb labadaas qodob waxaan u gudbeynaa waxa loo yaqaan maximum maximum waxa la yiraahdaa lacagti yani ina soo saarno yani lacag ugu badan ina soo saarno lacag baan qornayna kadibna lacag ugu badan aan soo saarayna فسوق هذا السجاشن أوكي تروي ناس كفرنيا عندوني هنا سو صار العقد تقول بدن إيجوا على ليه ده هاي مركز سو صار اسمه عقد تقول إيجوا المكس على ليه ده هاي براكت كفوريسا سو براكت مركز فرطة فرطة تجيسا دين عن جيز كتك ليفت قاب مركز دراج وسمي سويجيت أوكي كنت فاكر اسمه مركز جبت إنت على مركز العقد تقول بدن ولا حتى أسبوعين خذوا نص وحجوا أي نمر كاسين بينا خذوا نص وحجوا سجن وحوي مينيمم العقد تقول ير هنا سو صارنا العقد تقول ير مركز سو صار إنه سو كده وحنا لين هاي إيجوا على لين هاي min aleen hay bracket kan furayna then ka timaan qorad tag kor xagaas aan tagayna okay left aan qabanayna waa soo jeedayna kadib inter aan leenaa hay qodobka isagana waynu ka gudbeyna yaani marka qodob kale aynu gudbeyna ku xiga soo qodob kale ku xiga waxa way isagana count count yaani waxa loo jeedaa inta uu lacag noo jirto inta uu lacag noo aan ku heysano inaan xisaabin hadda inta uu lacag noo jirtaa xisaabinayna khaas imaaneena equal aan leenahay count aan qoreyna count marka qorno bracket kan furayna si la mid ah korbaynu tagayna dhinaca geeska tagaysa noocs filan marka isku bedesho left qod soo jeed okay inta kala lacag inuu jirto waxa way hadda waa 4 qod yani shan qod aan u jirto ko labo seta afar shan shan qod aan u jirtaa lacagta qodka isagana waynu ka gudbeyna waxaan ugu xiga waxa loo yaqaan average average ka ayay soo saareyna average ka salaahan labo tiraan qornayna hadda salaahan waxaan qornaya waxaan doonayaa sagaashan iyo sagaashan soo saara igual aanayna sagaashan ka igual markaan dhahno sorry waxaan qornayna average average aan qornayna ninka timna waxaan tagayna halkaas kadib inta qabanayna waa soo jeedayna okay good inta la leenahay marka waa intaas sidoo kale waynu ka gudbeynaa qodobkaas waxaan ugu soo xigaa date taariikh oo kale aan soo saarno taariikh markaas soo saarno sidii waxa weeye igual aan leedahay clear equal to today qoro ninka timna bracket ka furo kadibna inta taabas khalas sidaas soo saari kartaa qodob kale oo soo xigo waxa weeye waa fill color behind the selected text yani qoraak inaan color aan ku shubo hadduse alaahan natiijada inoo soo baxday natiijada inoo soo baxday ay waxaan ku rufay ayaa kala ku leenahay kadib halkaas aan tagayna halkaas waxa la yiraahdaa fill color geeskan ka fur in ka timna dooro kalarka aad jeceshahay tan oo kale kala ku leenahay in ka timna qofka ay geeska meeshii saa tagaysa kalarka aad jeceshahay ku shubaysa qodobkaas waa qodobkaas faansa weeyo kan soo xigo rotation text okay yani qoraak inaan kareyno markaas jeef iyo jeew waxa seen kareyno so qoraakan modern aan ku dhufanayna ka baadina waxa way halkaas ab ay qoranta tagaysa den ka tib nooc jeesha kareynisa waa kaas ab okay okay qodobka noo soo xigo waqtigan hayo so ween ka soconayna qodobka noo soo xigo background picture way yani sawir ina soo galiso text extra dhexdiisa waxa tagaysa page layout tagaysa background ba tagaysa den ka tibna sawirka jeesha waxa kareynisa halkan den ka tib sambalkan kare ku dhufo hadii sawir ku jiraan kale ku dhe den ka tib inserted sawirka saas soo galay remove marka arabtana ze mesh ta gisa bichli out then ka tib delete background okay intaas ayuu noo joogay 10 keenii saddexaad ee qaybta Microsoft Office Excel thank you very much